مرورا بترانسفورمر قبل وبعد ترانسميشن لاين، فعشان كده كان من الضروري والمهم ان احنا ندرس اجهزه الحمايه على الثلاثه كومبوننت الاساسيين اللي هو الجنريتور وترانسفورمر وترانسميشن لاين. طبعا زي ما انا قلت من شويه ان الجنريتور والترانسفورمر دكتور باسم اتعرف فيهم النهارده، انا جاي اتكلم في الترانسميشن لاين زي ما انا بقول، لان الترانسميشن لاين هو احد الكومبوننت الاساسيه اللي بفصله بيحصل فصل كامل للمنظومه اللي عندي. فطبعا بيجي من هنا اهميته في اجهزه الحمايه والوقايه اللي عندي. الجنريتور طبعا وارد يكون لي في جنريتور ثاني وثالث ورابع وخامس وعاشر فاقدر احمل عليه، والترانسفورمر نفس الكلام. فدي حاجه. الحاجه الثانيه لازم نبقى عارفين برضو متاكدين ان اي كومبوننت عندي مش شرط يكون لي حمايه واحده بس، لا ده ممكن يكون لي اكثر من حمايه. بمعنى شفنا في معامل عندنا ترانسفورمر والجنريتور، وهنشوف كمان الترانسميشن لاين بنعمل له تجربه اوفر كارنت بروتكشن، وجوه الاوفر كارنت بنشوف الاوفر لودنج كاحد الاسباب، وبنشوف كمان الانبالانس اللي ممكن كمشكله تحصل، وازاي اجهزه الحمايه اللي هي الاوفر كارنت تقدر تتغلب على المشاكل دي في جنريتور وترانسفورمر. نفس الكلام هنشوف الترانسميشن لاين بنشوف الاوفر كارنت وهنشوف الديستانس بروتكشن. اذا ممكن يكون عندي اكتر من حمايه للكومبوننت اللي عندي، وكل حمايه ليها فانكشن معينه بتاديها. فدي اول حاجه عايز حضرتك تكون عارفها. وباكد تاني ان كل كلمه انا بقولها فانا مسؤول عنها. بمعنى ايه مسؤول عنها؟ مسؤول عنها في ان انا ممكن اجيبها لحضرتك في الامتحان. فيا ريت لو انت معاك ورقه وقلم كده تسجل الكلام اللي انا بقوله قدر المستطاع كنوتس عشان تبقى انت عارف كانك قاعد بالظبط قدامي في المحاضره. الحاجه اللي بعد كده مش هنسين، احنا قلنا خلاص الترانسميشن لاين هو احد الكومبوننت الرئيسيه واللي بفصله بيحصل فصل كبير جدا او بيحصل تقريبا انقطاع للمنظومه كلها. كمان طول الخطوط اللي عندي دوت بيسبب لي، والظروف اللي بتبقى محيطه بالترانسميشن لاين بتسبب لي مشاكل لاجهزه الحمايه مستمره. لما بقول الظروف المحيطه وبقول طول الخط اللي عندي، لو انا بتكلم على خطوط طويله اللي هم الترانسميشن لاين، هي احد الاسباب الرئيسيه كترانسميشن لاين في انها الخطوط اللي عندي بتتعرض لمشاكل كثيره، وبالتالي بيجي هنا اهميه اجهزه الحمايه اللي موجوده. بمعنى يا شباب ان ممكن يكون عندي كومبوننت في المنظومه هو يعني ما بيتعرضش لظروف مختلفه كتير، تقريبا هو في النورمال كونديشن على طول او في النورمال اوبريشن ما بيحصلوش مشاكل، وبالتالي عندي ما بحتاجش لاجهزه الحمايه على طول انها تتظبط السيتنج بتاعتها او ان انا ابص عليها او اكون متابع ليها متابعه جيده. خطوط النقل عندي طول خطوط النقل الظروف المحيطه بيها الظروف الجويه طبعا بتسبب لي مشاكل، وبالتالي بيجي هنا اهميه تجميع. الحقيقه انا بحاول بس على الاوفر هيد بس ان شاء الله. طبعا من ضمن الحاجات اللي كنا بنقول عليها زمان في الاوفر هيد ترانسميشن لاين، النقطه الثالثه وهختم بقى بالحته ديت في الحته بس بتاعت اهميه الترانسميشن لاين اللي عندي، كنا زمان بنقول كده ايه الفرق ما بين الاوفر هيد ترانسميشن لاين والاندر جراوند كيبل. فكنا دايما نتكلم من ناحيه الانيشال كوست، من ناحيه المينتنس كوست، من ناحيه الفلكسبيليتي وهكذا. طيب من ضمن الحاجات اللي كنا بنقول عليها المينتنس كوست او اللي هي بنقول عليها الرننج كوست، مين اغلى؟ فكان معظم الناس تقول لك الاوفر او الاندر جراوند كيبل اسف هي الاغلى، لكن الحقيقه الاوفر هيد ترانسميشن لاين كان هو الاغلى كرننج كوست. ليه؟ لانه محتاج يتعمله صيانه بشكل دوري مستمر، لان لو ما تعملوش صيانه بشكل دوري مستمر هيحصل فيه مشاكل كبيره جدا عندي، وطبعا المشاكل دي بتؤدي للفصل خطوط النقل اللي عندي ومن ثم للمنظومه ككل. طيب دي الحقيقه الثلاث الاساسيين في اهميه دراسه اجهزه خطوط النقل الكهربائيه الاوفر هيد. في ثلاث نقاط في اللاين بروتكشن ريكويرمنتس المتطلبات يعني المفروض حضرتك تكون عارفينها، واحنا كاتبينها في نقاط سريعه هي في حاله شورت سيركت المفروض طبعا ان السيركت بريكر الاقرب هو المفروض يفصل كمين بروتكشن ثم اجهزه السيركت بريكر المتبقيه تفصل كباك اب بروتكشن. طبعا هنا مش عايز افكر الناس في المين ريكويرمنتس اوف بروتكتيف ديفايسز اللي هي اجزاء
الرئيسية لمنظومة الوقاية اللي عندي، مش لمنظومة القوى الكهربائية، منظومة الوقاية. وانا هتكلم لو في حد من الشباب يقطع ايه؟ يقطع الصوت. الصوت كده كويس؟ دكتور الصوت عمال يقطع. وانا في الاكاديمية، الصوت بيقطع او كده، فانا مضطر اسف ان انا اشغل الهوت سبوت بتاعي الموبايل، وامر الى الله لحد ما ايه نشوف المشكله دي نحلها، عشان بس انتوا ايه ما تتدخلوش من الموضوع. اتفضل يا دكتور باسل حبيبي. طيب يعني انا هغير الشبكه اهو. انا شغلت الهوت سبوت بتاع الموبايل وامر الى الله، مش مشكله، سبيل الناس تكون سامعه كويس. اعتقد الامور ان شاء الله ستيبل دلوقتي. ها احسن يا دكتور. تمام طيب ان شاء الله، ما هو احسن من بعد كده، ما عنديش حلول. انا الموبايل جنب اللابتوب وانا مشغل الهوت سبوت، فان شاء الله يكون احسن باذن الله. طيب الحقيقه كنت وقفت عند النيل ريكوايرمنتس اوف بروتكتيف ديفايس المتطلب، او اسف مش الريكوايرمنتس، المين كومبوننت اوف بروتكتيف ديفايس، ايه هي الاجزاء الرئيسيه لمنظومه الوقايه الكهربائيه. هما ثلاث اجزاء، حد عارف يرفع ايديه كده ناخد اسمه ونديله بونص. ان شاء الله عملنا سنه كبيره وكثيره وفي عملي وفي شغلانه كبيره، يعني يا ريت الناس تساعد عشان ايه تساعدكم في عارض بضرب والله العظيم. ها مين يرفع ايديه كده؟ يا شباب احمد محمد اسماعيل. طيب اه دكتور، في شورت سيركت السيركت لاين هو اللي ايه هي الاجزاء ايه؟ في شورت سيركت اللاين مش هو السؤال يا احمد، هو اللي بيفصل، لكن الابعد بيفصل كمين، كمين بروتكشن، الابعد بيفصل كبيك اب. حضرتك سامع يا دكتور؟ مفيش صوت يا دكتور. صوت يا جماعة موجود اهو، الناس سامعاني كده كويس، انا شايفكم اهو سامعكم. دكتور هو ايه السؤال؟ السؤال يا هندسة، منظومة الوقاية عندي هندسة عبارة عن ثلاث أجزاء، ايه هما؟ المين بروتكشن والباك اب بروتكشن. ايه يا راجل يا طيب، مش كده خالص هندسه. هو دكتور حضرتك قصدك على الاكتيفيتي والليبيليتي والحاجات دي ولا ايه؟ لا لا، دي المين ريكويرمنت، الريلي والسلاح والبريكر والبريكر والبريكر. ايوه تمام ممتاز، هو ده اللي انا عايز اقوله. لما اجي اسالك سؤال في الامتحان كده واجيب لك اكمل او اي حاجه او ام سي كيو، المهم لما اقول لك يا هندسه ايه هي المين ديفايسز او المين كومبوننت اوف بروتكتيف ديفايسز، هتقول لي ان انا عندي اول حاجه السي تي والبي تي اللي هم الكرنت ترانسفورمر والبوتنشال ترانسفورمر او الفولتج ترانسفورمر، ثم الريلي اللي بياخد اشارته منهم، ثم السيركت بريكر اللي بينفذ بناء على الاشاره اللي بتجيله من الريلي. السي دي والبي دي ثابتين لكل اجهزه الحمايه، والسيركت بريكر ثابت لكل اجهزه الحمايه. احنا النهارده او في الكورس بتاعنا بنتكلم على الريلي، فانا النهارده بتكلم على الاوفر كارنت ريلي والديستنس ريلي والديفرنشال ريلي، ده اللي انا اقصده. طيب انت بتقول الكلام ده ليه يا دكتور؟ بقول الكلام ده يا شباب عشان حضرتك لما نرجع بقى للباوربوينت ونبص هنا كده مع بعض، بقول لك في حاله الشورت سيركت المفروض ان السيركت بريكر الاقرب هو المفروض اللي يفصل. كويس؟ لما اقول لك يا هندسه السيركت بريكر واجيبها لك في مساله، فانا اعني بده الريلي اللي هو واخد اشارته من برضه من السي تي والبي تي، يبقى انا اقصد المنظومه ككل. ما
النهارده انا بمثلها على خطوط النقل بسيركت بريكر، لكن عشان حضرتك تبقى فاهم السيركت بريكر ده ما بيشتغلش من دماغه، بياخد اشارته من الريلي. انا بس بعض المفاهيم الاساسيه عشان ما نرجعش ونقول يا دكتور انا ما كنتش فاهم. وبالتالي الريلي بياخد من السي تي والبي تي. وخلينا فاكرين كويس جدا ان فشل السي تي والبي تي في القراءه اكيد الريلي مش هيقرا مظبوط، ومن ثم السيركت بريكر مش هيقرا مظبوط. وانا عايز الحقيقه احط عنوان كده للدكتور لؤي واقول ان في الجزء بتاعي بالكامل انا النهارده جايبه كلمه في الجزء بتاعي، على مش ان انا الحقيقه اعرفك على اجهزه حمايه، لان المفروض الكورس ده انتوا درستوه مع دكتور محمد عطيه والموضوع ده انتهى خلاص. انا النهارده بعمل لك ريفريشمنت المعلومات دي، زائد بقى اللي يهمني ان انا بتعرض لمشاكل بتحصل وازاي انا احل المشاكل دي. انا الكورس بتاعي هدفه كده، هدف الجزء بتاعي يا شباب ان انا مش هعرفك على اجهزة الحماية، لا الموضوع ده انتهى خلاص. انا جاي النهاردة اقول لك ان اجهزة الحماية دي ازاي بتشتغل. فوارد جدا يكون في عطل واجهزة الحماية ما تشوفوش، فيبقى ده اسمه فشل لاجهزة الحماية. وارد جدا ما يكونش في عطل واجهزة الحماية تشتغل، العكس بقى ده اصلا مش عطل واجهزة الحماية اشتغلت، فاذا ده برضه فشل. انا النهاردة ومهمتي في الكورس بتاعي الثلاث اربع محاضرات اللي انا هشتغلهم ولا خمسة ربنا يكرمنا يعني مع بعض، جاء انا عايزك تتعلم الحته دي، وهسالك في الامتحان في الحته دي ازاي اجهزه الحمايه اوصل بيها لافضل تشغيل. بمعنى ان لو في عطل تفصل، ولو مفيش عطل ما تفصلش. يا سلام الكلام جميل، اه بس الحقيقه ان اللي بيحصل في الواقع غير كده، ان لو في عطل ساعات في بعض الاعضاء اجهزه الحمايه ما بتفصلوش. فانا جاي عشان ندرس الكلام ده، وساعات في مش اعطال اصلا، ظواهر عاديه خالص، والمفروض ان اجهزه الحمايه ما تفصلش وللاسف بتفصل. اذا هما الاثنين مشكلتين، فازاي ان انا اعالج القصه دي؟ هو ده هدفنا في الكورس. عشان كده بيقول لك ان المفروض لو حصل في شورت سيركت السيركت بريكر الاقرب هو المفروض انه يفصل. لو المفروض ان الاقرب ما فصلش فالمفروض ان حضرتك عندك حاجه اسمها الباك اب. المفروض السيركت بريكر اللي بعده يفصل. وليه اللي بعده يفصل؟ عشان الحته اللي زميلكم قالت من شويه عليها ديت اللي هي كانت بتقول السلكتيفيتي والريلابيليتي والسنسيتيفيتي. اه من ضمن الحاجات اللي هي ريكويرمنتس دي السلكتيفيتي، المفروض انه لو ما فصلش اللي بعده يفصل. ليه يا دكتور؟ عشان احاول اقلل من مناطق الحمايه الاقل تضررا على الشبكه. والنهارده لما بتكلم على الشبكه فانا بتكلم على كومبوننت وحيد وهو ترانسميشن لاين. انا مش هخرج بره ترانسميشن لاين عشان بس تبقى فاهمه، انا كل شغلي في ترانسميشن لاين. يبقى اذا ازاي اقلل في حجم او في طول او بالنسبه لي في المكان اللي هو الاقل تضررا ما زودش الموضوع. ليه؟ لان كل ما هيزيد كل ما الناس المتضررين هيكونوا اكثر، وبالتالي المشكله هتكون اكبر. ده طيب بعدين المفروض زي ما قلت لحضرتك المفروض ان الاقرب لو ما فصلش المفروض ان التاني اللي بعده يفصل، وطبعا وهكذا بقى بالتبعيه المفروض اللي بعده واللي بعده وهكذا. طيب بعد كده يا باشمهندسين بتكلم على الاوبريتنج تايم، المفروض يكون قليل قدر المستطاع. وهنا الحقيقه فكره قدر المستطاع والكلام ده كله انا مش عارف الصوت ده جاي من عندكم ولا من عند الناس اللي فاتحه مايك وفي صوت فايبريشن عنده كده، هو يا ريت يقفله. الحقيقه من ضمن برضه الحاجات اللي زميلتكم قالت عليها وهي ريلابيليتي المين ريكويرمنتس، زي ما احنا قلنا السلكتيفيتي والسنستيفيتي، بنقول الريلابيليتي. الريلابيليتي كورس كامل ان شاء الله تدرسوه في سنه رابعه، وفي الغالب ان شاء الله هدرسه لكم، هو ان حضرتك قادر تعتمد على اللابتوب اللي انت بتكلمني منه دلوقتي او بتسمعني منه، او تعتمد على الموبايل برضه اللي انت بتسمعني منه بشكل كامل. الحقيقه الراجل اللي من شويه اللي قال لي ان اللابتوب بتاع دكتور ما فيهوش مايك، معرفش ازاي ايا كان طبعا، ولكن هو الراجل ده مش قادر يعتمد على اللابتوب بتاعه بشكل كامل. بمعنى ايه؟ هو قادر يشوف لكن مش قادر يسمع. اذا اللابتوب عنده فيه مشكله، دي ريلابيليتي بمنتهى البساطه. ان انا قادر اعتمد على الكومبوننت اللي انا شاريه في انه يؤدي الوظيفه بتاعته بشكل كامل. طيب الكومبوننت اللي انا شاريه ده هو لابتوب قادر ان انا اشوف من خلاله ولكن مش قادر اسمع، دي مشكله. النهارده انا مش جاي اتكلم على لابتوب ولا جاي اتكلم على موبايل ولا جاي اتكلم على حاجه زي كده، لا انا جاي اتكلم على اجهزه حمايه. لو انا قادر اعتمد على جهاز الاوفر كانت ريلي او الديستنس ريلي او الديفرنشال ريلي في انه يفصل في الوقت المطلوب منه وينفذ الوظيفه المطلوبه منه في الوقت المطلوب منه، اذا انا قادر اعتمد عليه واقول الريلابيليتي بتاعته 100%. الراجل ده بيقدم المطلوب منه، وهو ده اللي انا عايز حضرتك تبقى
ودايما تبقى فاهم. لما بنقول كده ان الفلوس عمله لوجهين بالنسبه لي انا، هو جهاز الحمايه نفس الكلام. هو لو انا عندي جهاز حمايه بيعمل المطلوب منه لكن مش في الوقت المطلوب منه، يعني ايه يا دكتور؟ يعني مش عارف، مش فاهم دي. لا هو هيفصل لكن هيفصل متاخر، مشكله. هيفصل بس هيفصل بدري، مشكله. دي مشكلتين وهنتعرض ليهم دلوقتي مع بعض، حاجه اسمها الاوفر ريتش والاندر ريتش، واعتقد انتم سمعتوا عنهم. اذا لو انه تنفذ الوظيفه المطلوبه منه لكن مش في الوقت المطلوب منه، دي مشكله، دي مطلوب ان انا احلها. دورك كمهندس حمايه طول ما انت قادر تطبق الريلابيليتي يا باشمهندسين، وخليك فاكر الكلام بتاعي ده كويس جدا، ان انت تخلي الكومبوننت بتاعك ينفذ الوظيفه المطلوبه منه في الوقت المطلوب منه، انت بطل. انت كده مخلي السيستم ستيبل، وهو ده دورك الحقيقه. مش دورك ان انت تصلح على فكره، ولا دورك ان انت تستنى المشكله تحصل، لا دورك ان انت تحافظ على المنظومه مستقره قدر المستطاع وعلى اكبر قدر انت ممكن تقدر تعمله، هو ده دورك. ومن ثم كان هنا دور اللاين بروتكشن ريكويرمنتس. والحقيقه انا ممكن اشيل لاين واكتب جنريتور، حاجه ممكن اشيل جنريتور واكتب ترانسفورمر. هو اي كومبوننت عندي قادر انه ينفذ الوظيفه المطلوبه منه اللي هم في اول نقطتين في الوقت المطلوب منه في النقطه الثالثه، كده انا قادر يعني انفذ مهمتي كمهندس حمايه وقايه في الموقع اللي انا فيه على اكمل وجه. الحقيقه ان في ثلاث اجهزه حمايه او ثلاث انواع من الحمايه موجودين على الاوفر هيد ترانسميشن لاين. سريعا سريعا مش هقف عندهم خالص، عند اول نوعين، لكن انا النهارده جاي اكلمك في النوع الثالث، هو الاهم بالنسبه لي والاكثر انتشارا وتواجدا في خطوط النقل. طبعا عندنا تايم جريدد اوفر كارد بروتكشن، ده تعرضت له في ترانسفورمر وجنريتور، وعندنا الديفرنشال بروتكشن. الحقيقه انا اذا كان ده ولا ده فانت عارف كويس جدا ان الاوفر كارد بروتكشن بيعتمد على قيمه التيار اللي عندي بزمن معين، البيك اب كارد، البيك اب تايم بالنسبه لك. لو التيار بالنسبه لي زاد عن قيمه معينه هي السيتنج، ووصل بعد مده زمنيه معينه، ساعتها الاوفر كارد ريلي بيبتدي يفصل. والكلام ده حضراتكم دايسينه مع دكتور محمد عطيه، واعتقد الدكتور باسم برضه تطرق ليه. انا هنا الحقيقه في كذا نقطه كده كاتبهم، ان طبعا المشكله بتبقى في انواع او في اجهزه الحمايه اللي هي الاوفر كارنت دي يا شباب، بتبقى كبيره قوي في الراديال سيستم. والراديال سيستم اللي انا كاتبه في النقطه رقم واحد دهيت، او الانواع يعني اللي موجوده عند حضراتكم. طبعا انت عارف ان الراديال هو سورس وبيغذي مجموعه احمال راديال في اتجاه واحد. وبالتالي لما بيحصل، وانا عايز ناس تفهم الكلام ده كويس جدا، لما بيحصل في مشكله على حمل ما على خط النقل بتاعي، اللي هو مثلا لو انا جبت الصوره دي كده بالنسبه لحضرتك، ده جنريتور ومغذي بعض الاحمال، فلو حصل في مشكله على الاي بالتبعيه الجنريتور اللي عندي بيبتدي يفصل، ويبتدي يفصل على كل الايه اللودز اللي موجوده عندي. طبعا دي مشكله كبيره جدا. الكلام ده كاوفر كارنت بروتكشن بعاني منه، فبعاني من اوفر كارنت بروتكشن. ليه؟ لانه لما بيحصل فيه زياده للتيار بيبتدي يفصل، وبالتالي المنظومه كلها بتبتدي تفصل عنه. طيب الكلام دوت في الرنج طبعا ما بيبقاش موجود، لان بيبقى عندي مصدر واثنين وثلاثه واربعه، وبالتالي الاوفر كارنت ممكن يخرج لي جزء، بس الجزء الثاني مش متضرر لانه متغذي من مكان اخر. طيب طبعا في عندنا نوعين مشهورين جدا حضراتكم شطار فيهم، اللي هو بالنسبه لي الديفينيت تايم ريلي والانفرس تايم ريلي. طبعا الانفرس كنت خدته مع دكتور محمد عطيه، الانفرس والفيري انفرس ومش عارف الاكستريملي انفرس والكلام الكتير دوت. انا هنا سريعا هقول لحضرتك افكرك بيهم بس على الترانسميشن لاين. الديفينيت تايم ريلي هو ان حضرتك بتحدد لكل لود عندك او لكل مكان عندك او لكل حمل عند حضرتك سيركت بريكر بيبقى عليه، بيبقى بزمن ثابت. بمعنى زي ما حضرتك شايف المنظومه دهيت، بالنسبه لي انا عندي اللود بوينت دي وسي وبي واي. هنا بالنسبه لي بخلي على الدي التايم ديلي بتاعي نص سكند، وعند سي 1 سكند، وعند البي 1.5، وعند اي 2 سكند. الهدف من النوع ده يا شباب انه لو حصل في فولت عند دي فالمفروض انه يفصل بعد نص سكند، لو اللي عند دي ما فصلش المفروض اللي بعده نص سكند ثانيه يبقى كباك اب يفصل، وهكذا. الغرض الاساسي الحقيقه من الترتيبه دي او من التقسيمه ديت ان انا اقلل من الكومبوننت او من الاحمال. الحقيقه انا هنا انت عارفين ان الكومبوننت لما هتفصل اكيد ده هيكون فيه تبعيه على
الحمل اللي عندي، وانا ما يهمنيش الكومبوننت تفصل على قد ما يهمني الحمل. هو الحمل هو بالنهايه هو بالنسبه لي هو الراس، يعني هو ده اهم حاجه بالنسبه لي اللي انا بدور عليه. فهنا لما يكون دي حصل فيه مشكله بدل اللي بيخرج ما فصلش يبقى اللي بعده بيخرج، ما فصلش اللي بعده واللي بعده وهكذا، واحنا ماشيين كده زي ما انا كاتب كده التايم اوف اوبريشن اوف ايتش ريلي از فيكسد، يبقى فعلا احدد له زمن ثابت عشان ما اقول لحضرتك تعريف كده هو تعرف الديفرنت تايم ريلي بيشتغل ازاي. وطبعا لا يعتمد على الاوبريتنج كارنت. ليه؟ هو الديفرنت تايم كده هناك في الايفري انفرس او في الانفرس بيعتمد على الكارنت. واحنا هنشوفه دلوقتي ان كل ما التيار يكون عالي كل ما التايم يكون قليل، المفروض يفصل اسرع. كل ما يقل التيار كل ما التايم بالنسبه لي يزيد شويه، لكن هنا لا، زمن ثابت لا يعتمد على الاوبريتنج كارنت، وبالتالي دي دوت الاوبريتنج تايم نص سكند. وبالنسبه لباقي الايه باقي الريليهات بتزيد بنص سكند زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا دي يعني على قد ما هو كده، على قد ما طبعا بيبقى ليه بعض العيوب، ان بالنسبه لي الزمن خلاص لو هو ثابت كده هو، فالمفروض ان لو في واحد فصل الباقيين كلهم بيفصلوا بالتبعيه. بس طبعا لازم اكون انا عامل حاجه اسمها الكوردينيشن. ايه الكوردينيشن؟ عامل تنسيق ما بين اجهزه الحمايه وبعضها بحيث ان الاولاني لو ما فصلش الثاني يفصل، الثاني ما فصلش الثالث يفصل وهكذا. طيب طبعا زي ما انا بقول كده هو بالنسبه لي المشكله دي سبب بتاع السيستم دوت. لو عندي نمبر من الفيدرز ان سيريز، نمبر الفيدرز ان سيريز يعني ايه؟ يعني فيدر وبعده فيدر وبعده فيدر كلهم ان سيريز مع بعض، يعني هيكون راديال سيستم. التريبنج تايم للفولت اللي قريب من السبلاي هينتهي بعد 2 سكند، انت متخيل؟ يعني هيتاخر كتير جدا، وبالتالي هيبقى في مشكله بالنسبه لي الاحمال القريبه من السبلاي. طبعا المشكله دي ممكن تتعالج بالايه؟ بالانفرس تايم ديلي، ان هو زي ما حضراتكم عارفين ان بيعتمد على قيمه التيار. واعتقد انتوا كنتوا خدتوا كيرف زي كده هو برضه مع دكتور محمد عطيه، ان كل ما التيار يزيد كل ما بالنسبه لي التايم يكون اسرع. طبعا الكلام ده حل حاجات وما حلش حاجات ثانيه. ده بالنسبه لي الاوفر كارنت بروتكشن. والديفرنشال طبعا بروتكشن انتوا عارفينه بيعتمد على التيار اللي داخل والتيار اللي خارج، لان انا بتكلم على انتيريور او انترنال فولت، فبيشوف بيقارن قيمه التيار اللي داخل والتيار اللي خارج مع الاخذ في الاعتبار السيتيهات اللي موجوده، مع الاخذ في الاعتبار السيتيهات اللي موجوده والخطا اللي بيبقى موجود من السيتي اللي موجوده. والكلام ده انتوا خدتوه كسلوب، كنت بتحدد تقريبا 10% او 5% زي ما بنحدد في المساله. فده بالنسبه للديفرنشال بيعتمد او بيقارن التيار اللي داخل بالتيار اللي خارج ويشوف فعلا اذا كان الفرق ما بينهم زيرو خلاص ما كان في قيمه. القيمه دي طبعا ما بتكونش قيمه كده وخلاص مطلقه، ولكن قيمه معتمده على سلوب، والسلوب ده كان بيبقى جاي دايما من السيتيهات اللي موجوده عندنا. اشهر الطرق طبعا ديت اللي هي البيرز برايز بومبش بالانس سيستم، ده انتوا خدتوه وانا كاتب هنا بعض الادفانتج والديس ادفانتج ممكن تقدروا تبصوا عليه. خليني بعد كده ادخل للنوع الثالث هو الاهم، هو ده الموضوع الاساسي بتاعنا النهارده، وهي الديستنس بروتكشن. هي الديستنس بروتكشن يعني برضه انتم تطرقتوا ليه، بس انا فاكر كويس ان الدكتور محمد عطيه ما لحقش يغطيه كله، عشان كده احنا هنا نحاول نكريت له مساحه شويه في الاوفر هيد ترانسميشن لاين. الديستنس بروتكشن، ولما اقول ديستنس بروتكشن فانا اقصد بيها الديستنس ريلي. لما اقول ديستنس ريلي او ديستنس بروتكشن فانا اقصد زي ما قلت لحضراتكم من شويه، وخلينا فاكرين الكلام ده كويس، السي تي والبي تي كمرحله اولى بيسلم الريلي اللي هو الديستنس ريلي، واخر حاجه خالص اللي هو السيركت بريكر عندي اللي هو دوره بيبتدي ينفذ تنفيذ الفصل عندي عن المكان اللي هو بيحميه. الديستنس ريلي طبعا في فكره عمله يا شباب، حتى عارف فكره عمل الديستنس ريلي الاول قبل ما نبتدي فيه؟ حد من الشباب كده هو يساعدنا كده في الموضوع ويكون صحصح معانا، يرفع ايديه كده ونحاول نشوف. ها حد من الشباب موجود؟ تمام، اللي رفع ايديه، ما انا يعني للاسف مش عارف اشوف انا هنا مين اللي رفع ايديه، يعني في كذا حد اهو. ثواني لحظات. ماريو نبيل بطرس. دكتور هو معتمد اللي هو قايس زد امبيدنس معينه، تمام؟ فلو السيستم قل عنها بشكل معين فيبتدي يعمل تراب. كويس جدا، ممتاز. يعني الراجل ده بيقول بيعتمد في شغله على الامبيدنس، والامبيدنس ديت بتتقاس، والله لو هي اقل من قيمه معينه يبتدي يعمل تريب. ممتاز، ده في العموم. لكن بشكل يعني في تفصيله شويه، هو الحقيقه يعني اكيد هو هياخد قراءته منين؟
البولت والتيار ده قراته منين يا هندسه اللي كان بيكلمني ماريو؟ سي تي. السي تي والبي تي مظبوط الكلام؟ فلو ان السي تي والبي تي فيهم نسبه خطا اذا الامبيدنس اللي عندي فيها ايه؟ نسبه خطا. كويس جدا. يبقى خلينا نقول ان هو بيعتمد في شغله على الامبيدنس. كويس جدا. طيب وطبعا عشان هو معتمد على الامبيدنس لا معتمد على فولت ولا معتمد على تيار فالموضوع هنا بيبقى اقوى. تمام؟ بيعتمد على ايه؟ الامبيدنس فبيعتمد على الفولت والتيار الاثنين مع بعض فالموضوع بيبقى اقوى. ليه؟ لان انت يا دكتور من شويه قلت لي ان انا عايز الناس تبقى فاهمه حاجه مهمه جدا وهي انا مش بدوري ان انا اعرفك الديستنس ريلي على قد ما بدوري هو المشاكل اللي بتعرض ليها. فدايما يا شباب المشاكل اللي احنا بنتعرض ليها عندنا في الشغل بيبقى جايه من قيمة الجهد مش كافية أو قيمة التيار مش كافية ومتسمى أجهزة الحماية مش قادرة تلقط العطل اللي عندي عشان بس نبقى فاهمين. لكن كونك النهاردة معتمد على قيمة فولت وتيار مع بعض فبيبقى في تأكيد شوية للإيه؟ للمعلومة وأقوى. فدي أول حاجة عايز حضرتك تبقى عارفها في الديستنس ريلي إن فكرة عمله بتعتمد على الإمبيدنس والإمبيدنس اللي هي ديبند على قيمة الفولت والتيار وقيمة الفولت والتيار بقدر أجيبهم من السي تي والبي تي اللي عندي ومتسمى لو في مشكله في اجهزه القياس اللي عندي اللي بتقيس السي تي في السي تي والبي تي يبقى في مشكله بالنسبه للامبيدنس ومن ثم هيبقى في تحديد خاطئ لمين للعقل. دي اول حاجه عايز حضرتك تكون عارف. تاني حاجه هقول سؤال وعايز الناس تجاوبني. الديستنس ريلي في ميزه كبيره جدا هو بيقدر يحدد مسافه العقل ودي الحقيقه حته خطيره. الحته دي كنا بنعاني فيها من شويه في الاوفر كارنت بروتكشن لانه لما في الاوفر كارنت بروتكشن لما في مشكله بتحصل في مكان ما كل الاوفر كارنت بروتكشن بتفصل كل الاوفر كارنت بروتكشن. ليه؟ لان التيار بيبقى كبير فيهم كلهم وبالتالي زياده التيار بالنسبه له هي اشاره واضحه للفصل. لكن معرفه مسافه او تحديد مسافه العطل هنا دي معلومه في غايه الاهميه. ليه؟ لان انا بالنسبه لي لو انا بتكلم على منطقه معينه قدرت احدد فيها العطل اذا المنطقه دي بس هي اللي هتفصل. مين اللي هيفصل فيها السيركت بريكر المنوط انه يفصل في المنطقه دي ولو ما فصلش هيبقى فيه باك اب. لكن في الاول كان كل الاوفر كارنت بروتكشن بيفصل لكن انا هنا بمعلوميه تحديد مسافه العطل اقدر اطلع مين اقدر اقول العطل فين ومن ثم اقدر اقول المين بروتكشن فين والباك اب بروتكشن فين. واعتقد ان انتوا كنتوا خدتوا مع الدكتور محمد عطيه كان بيقول لك في الاول خالص اللي هو البرايمري والباك اب بيقول لك لو في عطل في المكان الفلاني لو حصل طب لو ما حصلش المين بروتكشن بتاعه او المين سيركت بريكر يبقى الباك اب بتاعه مين وهكذا. لكن كونك حددت العطل فين ده معلومه في غايه الاهميه. حد يقدر يقول لي هو ازاي احدد مسافه العطل من معلوميه الامبيدنس اللي عندي؟ يعني انا النهارده ماريو من شويه وانا برضه هاخد اسمك يا ماريو هو ماريو نبيل. طيب في حد يقدر يقول لي بقى دلوقتي ماريو قال ان الزد فولت هنا هتبقى معلومه بمعلوميه الجهد والتيار اللي عندي من السي تي والبي تي اذا الزد فولت معلومه. هنحدد ازاي بقى مسافه العطل يا دكتور؟ حد عارف يا شباب؟ الشباب اللي معانا كده اهوت مسافه في الاتجاه. طب ثواني معلش في حد اهوت معايا احمد ابراهيم محمد ثابت. ها احمد ابراهيم زي ما انا شايف كده هو احمد ابراهيم محمد سيف ده. طب مش موجود اي حد تاني. احمد اشرف عبد المجيد. احمد اشرف هي بتبقى عباره عن ريستات او اللي هو مقاومه متغيره. المقاومه ديت بتبقى عباره عن زارق. الزارق ده لما بيبقى او احنا عندنا في البدايه اصلا بيبقى اي اللي هو المنطقه اللي احنا عاوزين نحميها بيبقى موجوده من اثنين سيركت بريكر. اثنين سيركت بريكر دي بنحط اللي هو الزارق او اللي هو المقاومه المتغيره ديت. الزارق ده المكان اللي بيبقى فيه بيبقى بيتناسب مع المسافه بين الاثنين سيركت بريكر. تمام. طيب هو الكلام ده يعني اذ ربما طبعا يعني هو احد الحلول لكن مش هي الطريقه الاساسيه يا باشمهندس. يعني انا النهارده لما اقول لك الزد ديفولت معلومه ولا مش معلومه؟ لو افترضنا ان الزد ديفولت مثلا ان الراجل اللي معايا خليه معايا برضه ب 10 اوم يا باشمهندس. كويس؟ هسالك سؤال هل بيبقى عندك الزد كامبيدنس
لكل كيلو متر في الخطوط بتبقى كقيمه معلومه ولا غير معلومه؟ لكل كيلو متر؟ اه يعني لو قلت لك الار والاكس يا باشمهندس الكابل اللي عند حضرتك ده موجوده معلومه ولا مش معلومه؟ اه معلومه. ممتاز. لو قلت ان الزد لكل كيلو متر عندي هي 1/10 اوم والزد فولت اللي ماريو من شويه جابها ب 10 اوم تقدر تقول لي مسافه العطله على بعد قد ايه يا هندسه؟ تاني كده يا دكتور معلش ما خدتش بالي. تاني ركزوا معايا يا جماعه لان السؤال ده انا هجيبه. شوف انا بقول لك هجيبه اهو دلوقتي خلاص؟ هجيبه لك في كويز، هجيبه لك في فاينل، هجيبه ان شاء الله. ما بقول لك زد فولت اللي ماريو حددها ب 10 اوم دي معلومه خلاص. والزد لكل كيلو متر على الكابل دي انت لو حضرتك فتحت الكتالوج بتاعك بالنسبه لك في الترانسميشن لاين اللي انت جايبه ده اهوت وقلت ان الزد اللي عندك 1/10 اوم لكل كيلو متر والزد فولت ب 10 اوم تقدر تقول لي العطل واقع على مسافه قد ايه من السورس من الريلي اللي موجود عندي؟ الزد فولت 10 اوم ايوه والزد لكل كيلومتر 1/10 اوم لكل كيلومتر تقدر تقول العطل هيبقى واقع على مسافه قد ايه؟ ما انا لازم تبقى فاهم الكلام ده، احنا مش بندرس كده وخلاص. ها هي نفس فكره الاستاذ انت بتقول عليها هندسه بس الكلام ده ما بيبقاش احنا ما بنشوفوش كده. لا لو انا عايز احسب ساعه. ها مين بيكلمني؟ حد تاني غير احمد؟ 100 كيلومتر. ممتاز. اسمك ايه يا باشمهندسة؟ سما مجدي. سما مجدي. هو فعلا 100 كيلو. عملت ايه سما؟ قسمت ال 10 اوم على ال 1/10 اوم لكل كيلومتر طلع عدد الكيلومترات اللي انا بتكلم عليها. هي الاوم على اوم لكل كيلومتر هيديني عدد الكيلومترات فطلعت فعلا 100 كيلو. ففعلا لو انت عندك العطل على مسافه 100 كيلو خلاص يبقى انت كده عرفت الايه؟ مكان العطل. طيب المسافه دي بيحميها سيركت بريكر معين، اذا السيركت بريكر ده اللي هيفصل خلاص على بعد 100 كيلو. منين يا هندسه؟ من الريلي بتاع حضرتك اللي انت قايس منه اللي هو مين اللي قاس مين؟ الزد فولت اللي هو ماريو قال لنا عليها من شويه. خلاص يا شباب. طيب اذا اللي عايز حضرتك تبقى فاهم رقم واحد ديستنس بروتكشن وديستنس ريلي بيعتمد على الامبيدنس. رقم اثنين مهم جدا في ميزه كبيره جدا عن اوفر كارنت ريلي وبيحدد مسافه العطل ومن ثم بيحدد الريلي المسؤول عنه يفصل العطل ومن ثم كباك اب نقدر نعرف الريلي برضه الباك اب الموجود عندي. طيب اللي بعد كده هسال سؤال برضه ممكن يجي في الامتحان. احنا بندرس مع بعض اهوت الديستنس بروتكشن هو عباره يعني انا زي ما بقول لك كده مجموعه اسئله عشان نفهمه وبعد كده نقول المشاكل اللي بتتعرض ليه وهي دي هتبقى اهم حاجه في الموضوع كله. طيب انا هنا قلت خلاص زي ما انا كاتب كده هو تقدر تحدد الفولت لوكيشن بتاعك وهنا برضو كاتب كلام اللي هو جاي ده ايه بقى الكلام؟ هسال سؤال هل الزد اللي الريلي بيقراها بتكون هي دي الزد الحقيقيه اللي المفروض ان انا اتحاسب عليها ولا دي بتبقى زد تخيليه وفي زد حقيقيه ثانيه المفروض احسبها؟ حد عارف يا شباب؟ عايزين ناخد اسماء كده وندي الناس درجات ان شاء الله. يعني سؤال مره ثانيه دلوقتي يا دكتور انت قلت لي ان الديستنس بروتكشن بتعتمد على الامبيدنس فولت وتيار. جميل. طيب الزد اللي حضرتك قستها دي يا دكتور هي دي الزد الحقيقيه ولا دي زد المفروض ان انا بضربها في قيمه ما عشان يطلع لي الزد الحقيقيه؟ على الاغلب مش حقيقيه. ممتاز. هي فعلا مش حقيقيه. مين الراجل الطيب اللي بيكلمني اللي بيقول لي على الاغلب ده ان شاء الله تبقى على الاغلب مظبوطه؟ مين اسمك يا هندسه؟ محمد كرم. محمد كرم. هي مش حقيقيه فعلا يا محمد. طيب من شويه ماريو لما اتكلم وانا هساعدك كده عشان اديك بونص. ماريو من شويه لما اتكلم قال لك ان الامبيدنس اللي عندي بتعتمد على الفولت والتيار مظبوط؟ تمام. الفولت والتيار دول جابهم منين يا محمد؟ من السي تي والبي تي. ممتاز. السي تي والبي تي دول اشهر قيم بتحدد السي تي والبي تي او يعني لما انا النهارده اروح اشتري سي تي وبي تي بيتحددوا من ايه يا هندسه؟ 5 و12 والنسبه بتاعتك. برافو عليك. النسبه اللي هي بنسميها هندسه السي تي ريشيو ايه؟ بيتي ريشيو. ممتاز. اذا النسبتين دول لازم يكونوا عندي دايما. لا
ليه يا دكتور؟ بينما النهارده يا دكتورنا الغالي انت لما بتقول الامبيدنس اللي عندك مش مظبوطه، عشان مش مظبوط الفولت والتيار الموجودين عندك. ليه؟ لان عند حضرتك دايما الريلي بياخد، انت درس مع دكتور محمد عطيه، بياخد الاشاره او بياخد القيمه الكبيره ولا بياخد القيمه الصغيره؟ هندسه القيمه الصغيره. ممتاز. عشان يجيب هو القيمه الصغيره دايما كان بيضرب في الايه؟ ها في الريشيو اللي عنده لو تفتكر، صح كده هندسه؟ صح. عشان يقلبها تعمل ريفيرت تو برايمري وريفيرت، فاكر القصه بتاعتنا ديت؟ طب حلو قوي. طب انا لما اجي اتكلم ما بتكلمش الكلام ده، انت كنت بتعمله فين؟ في الاوفر كرنت بريدكشن. لكن انت لما بتتكلم على ديستانس يبقى انت محتاج حاجتين، فولت وتيار الاثنين مع بعض. فانت مش هتضرب في السي تي ريشيو بس لا، ولا في البي تي ريشيو بس لا، انت هتضرب في السي تي ريشيو على البي تي ريشيو، او فولت وتيار عند، او تيار وفولت عند. المهم ان انا هيبقى عندي حاجتين هي السي تي ريشيو والبي تي ريشيو. اللي عايز اقوله ان القيمه اللي عند حضرتك بتبقى قيمه كبيره جدا زي ما احنا قلنا قيمه تخيليه، لكن القيمه الحقيقيه بتبقى بعد لما بضرب في السي تي ريشيو والبي تي ريشيو. ده سؤال مهم جدا وهساله لحضرتك ضروري ضروري ضروري، ان القيمه اللي حضرتك بتقيسها دي تبقى قيمه حقيقيه ولا قيمه تخيليه؟ حضرتك هتقول لي دي قيمه حقيقيه، لا هتقول لي قيمه تخيليه. وهتقول لي تخيليه ليه؟ لان انا في النهايه اللي بقيسها دي بتبقى القيمه الكبيره اللي عندي، وبضرب في السي تي ريشيو على البي تي ريشيو اللي موجود عندي عشان اطلع القيمه الحقيقيه بتاعتي. طيب دي ثالث نقطه عايز اتكلم عنها في الديستانس بروتكشن. النقطه اللي بعد كده هتلاقي الكلام ده كله طبعا، بس انا مش عايز اقعد اقرا كلام والناس تمل مني، انا بحاول ان انا ايه اخلي الناس تشتغل معايا وتبقى شغاله. طيب في الديستانس بروتكشن هنا انا كاتب وولت عندي، لما باجي احسب الزد خلاص احنا فهمنا احنا بس بنحسب الامبيدنس ازاي. طيب احنا في الديستانس بروتكشن عشان نشتغل صح، فانا لو جيت يا شباب على خط مثلا زي كده اهوت الاوفر كارت زي كده مثلا، وجيت قلت لك ان انا مثلا عندي، خلينا بدايه يمكن واضح شويه هنا من A الى B. اللي من شويه كلمني زميلكم احمد قال لي يا دكتور على اي اوفر هيد ترانسميشن لاين لازم تلاقي اثنين سيركت بريكر، واحد في الاول واحد في الاخر. طيب الواحد اللي في الاول ده دايما عايزك تبقى فاهم ان في كوميونيكيشن بروتوكول بينه وبين اللي في الاخر، تمام؟ طيب يعني ايه كوميونيكيشن بروتوكول يا شباب؟ يعني دايما بيكلموا بعض. طيب هم لما هيكلموا بعض هيكلموا بعض يقولوا ايه بقى؟ هيقولوا الاتي. المفروض ان اول عايزك تكون عارف حاجه اسمها الزونز. فكره عمل الديستانس ريلي هي الزونز. ايه الزونز يا شباب؟ الزونز انه بيقسم الخط اللي عند حضرتك دوت اللي احنا بنتكلم عنه دوت الى ثلاث مناطق حمايه. طيب يعني ايه ثلاث مناطق؟ مش نقول الخط بقى، نقول ان الريلي ذات نفسه اللي عند ايه ده مثلا، هكبر الصوره شويه عشان لو الصوره مش واضحه بالنسبه لكم. لو انا بتكلم عن الريلي ايه ده مثلا، هو بيقسم بالنسبه له المنطقه اللي بيحميها لثلاثه زون. عايز حضرتك تبقى فاهم الكلام ده. ايه الزونز اللي بيقسمها؟ زون واحد واثنين وثلاثه. زون واحد 100% وزون اثنين 200% وزون ثلاثة 300%. طيب الكلام اللي انا قلته ده صح ولا غلط؟ حد عارف يجاوبني؟ ان زون واحد بتبقى 100% وزون اثنين 200% وزون ثلاثة 300%. حد عارف؟ لا دكتور بتبقى اقل شوية. حلو، مين اللي بيتكلم بقى؟ اسمك ايه؟ احمد سيد محمد. احمد سيد محمد. ليه يا محمد بقى؟ ليه يا احمد بقى اللي بيبقى اقل شويه؟ لو جاوبت تبقى انت فاهم. بتبقى تقريبا زون واحد بتبقى تقريبا 80% والزون اثنين بتبقى اكبر شويه. ده كباك اب يعني. حلو. انها بتبقى تقريبا علشان الارك ريزيستنس تقريبا. لا الارك ريزيستنس دي قصه ثانيه، ودي هيبقى احد المحاور اللي هنتكلم عليها الاتش اي اف، لكن مش دي القضيه. الحته اللي من شويه زميلك محمد ساعدته فيها شويه، قلت له ايه؟ قلت له في البي تي والسي تي هل القيم اللي انا دايما باخدها بتبقى قيم مظبوطه ولا في خطا في اجهزه القياس؟ لا يبقى في نسبه خطا. هي دي يا محمد، عشان بس تبقى عارف يا احمد، يا احمد سيد محمد،
هي دي على اساسها قصه ال 80% وال 85% عشان تبقى فاهم الحاجه دي قوي. ان دايما بيبقى في اجهزه او في اجهزه القياس اللي عندي بيبقى فيها خطا. بمعنى ايه؟ النهارده لو انا قلت 100%، يعني ايه 100%؟ يعني انا جيت هنا يا دكتور نقص، جيت قلت لك ان البريكر ده او الريلي دوت بيحمل خط كله. طيب الفولت اللي عندي الحقيقه اللي هو قايسه مش هيبقى قايس مظبوط. ليه؟ لان ال 100% اللي شايفها ممكن يكون في نسبه خطا سالب 10% او بالماينس يعني، او نسبه خطا بوست ال 10% بالزياده. طيب لو هو بالنقص دي حاجه حلوه ولا وحشه يا احمد؟ اعتقد هتبقى اعتقد حلو. هو الحقيقه احمد اتلخبط ليه؟ والسؤال ده تاني انا هجيبه في الامتحان. يبقى انا قلت لك سؤالين اهو. السؤال الاولاني لو اديتك زد فولت وزد الكل بكيلو متر اوم، قلت لك حدد لي مسافه العطر. والسؤال الثاني بقوله لك اهو، افتكر ان انا قلتها لاحمد اهو، بساله بقول له ايه؟ هو الخطا لو بالسالب هتبقى 90%. طب انت كده زي الفل يا دكتور وجوه اللاين بتاعك، هو الخط بتاعك، وانت زعلان ليه؟ ده بالعكس هيفصل ايه؟ اسرع. الله ازاي يا عم؟ اقول لك اه، ما هو كل انت لما تقول مثلا بدل ما هو مثلا كان في زون 2 هيبقى في زون 1 هيفصل اسرع. طيب هو احمد قال لك يعني تقريبا صح برضه يا دكتور، يعني ان شاء الله تكون صح. لا هو غلط برضه. ممكن يبقى غلط يا دكتور علشان أيوة. لو الريزيستنس اقل من الريزيستنس الفولت مش هيفصل. هو هيفصل، هو كده كده جوه الزون يعني، بس هيفصل ايه؟ اسرع شويه. بس لو انت رجعت لمعلومه الريلابيلتي عشان بس نتناقش الحته دي، لان الحته دي محوريه في الكورس كله. لو رجعت حته الريلابيلتي، لو انا قلت لك الراجل ده مسؤول عن حاجه معينه انه يعملها في وقت معين، هل الراجل ده نفذ الوظيفه المطلوبه منه في الوقت المطلوب منه؟ سؤال بسأله لك يا احمد وللناس كلها. لا. هو نفذ المطلوب منه في انه يفصل زون واحد، صح يا هندسه؟ اه بس مش في الوقت ايوه. اذا ده فشل ولا مش فشل؟ ده الحقيقه فشل. انا النهارده لما اتكلم على اجهزه حمايه عشان بس الناس تبقى فاهمه، خليك فاكر دي كويس جدا، مهندس الحمايه انا بعتبره كده، بقول بيساوي وقت. ليه؟ كل ما تفصل في الوقت المطلوب منك كل ما تبقى انت شاطر وبطل. فانت كده النهارده بتقول لو انا النهارده بالناقص لا، بالزائد برضه لا، بس بالناقص لو انا العطل بعيد وشايفه قريب دي مشكله. اه انت فصلت اسرع بس ده مش مطلوب منك، عشان كده انت درست ايه هندسه؟ السنسيتيفيتي. طيب اديني تسليها سريعه معلش كده بسرعه، السيركت بريكر بتاع الايه؟ بتاع التكييف بتاع حضرتك. فاكر يا هندسه لما انت بتيجي تجيب السيركت بريكر بتعمل ايه؟ بعد ما بتطلع التيار بتاعك بتروح ضارب في 2.5 او في 2 او في 1.5. قول لي يا دكتور ده سيفتي فاكتور ايه يا عم ده؟ سيفتي فاكتور بتاع ايه؟ فتقول لي لا يا دكتور اصل في حاجه اسمها الستارتنج كارنت، فاكرها يا هندسه؟ تقول لي يا دكتور اول ما التكييف بيشتغل عندي بيبقى في التيار بيبقى عالي عندي، فانا مش عايز السيركت بريكر يسقط عندي غير بعد وقت معين. ايه ده؟ يعني انت عايز تقول ان مش دايما الوقت هيبقى معامل في صالحي؟ اه وارد جدا يبقى مطلوب ان انا اخر، وارد جدا مطلوب ان انا ايه؟ اقدم. بس امتى اقدم وامتى اخر؟ دي بمزاج انا، ده انا اللي عاملها على حسب انا عايز ايه من الكومبوننت اللي عندي. معايا هندسه؟ اذا الفصل السريع هو اي نعم مش اسوأ حاجه لكنه مش مطلوب. وخليك فاكر دي الظاهره دي يا شباب هنسميها الاوفر ريتش. والاوفر ريتش ده يعني زي ما بقول لك كده هيبقى سؤال في الامتحان. يعني ايه الاوفر ريتش؟ يعني انا دايما بمثلها بالشخص اللي عنده بعد نظر كده، يقول لك ايه؟ الحاجه البعيده شايفها قريبه. يعني ايه يا دكتور؟ يعني العطل البعيد شافه قريب. يعني هو الحاجه عند مثلا 100% وهو شايفها عند 90% بالماينس، صح كده يا هندسه؟ هي عند ال 100% عند نهايه الخط بس هو شايفها عند ايه؟ 90% من الخط. طيب الحقيقه الكلمتين اللي انا قلتهم دول عند بعض الناس يقول لك ايه؟ مش حاسس ان دي مش حاسسها قوي. اه ممكن بس يعني مش قوي. ما تقول لي حته ثانيه كده مثلا. الحته الثانيه والاهم يا هندسه، انت متخيل لما من شويه سما قالت لنا ان انا بتكلم في 100 كيلو على بعد 100 كيلو. طيب لما انا قريت بالناقص انا كده قريت ماينس كام كيلو يا هندسه؟ احمد اللي معايا احمد سيد محمد ماينس كام كيلو كده يا هندسه؟ لو انا بتكلم على 100 كيلو يبقى انا نزلت كده كام كيلو؟ نزلت 10 كيلو. ممتاز.
انت متخيل ان انا فريق الصيانه بتاعي يروح يبص على مسافه من 90 كيلو لحد 100 كيلو العطل فين على بعد 10 كيلو؟ كارثه، مشكله. اعتقد ان دي كمان نقطه في غايه الاهميه، ان فريق الصيانه المكلف باصلاح العطل انه يروح يدور في 10 كيلو، دي كارثه بالنسبه له، دي مسافه كبيره جدا. فتحديدك الدقيق للعطل ده مهم خالص. فاحنا النهارده بنتكلم في 10 كيلو مسافه بدور فيها، بتكلم في وقت اسرع، مش مطلوب انه يفصل في وقت اسرع. طيب تعالى بقى للكارثه الاكبر، ودي هنسميها الاندر ريتش، ودي المشكله الاعظم، اللي هو ايه بقى؟ البوست في 10%. النهارده العطل عند المسافه 95 كيلو، او عند المسافه 100 كيلو بالظبط تحديدا يا دكتور، وهو شافها عند ال 110. ايه يا عم، ايه المشكله اللي شافها عند ال 110؟ يعني ريزيستنس يا دكتور. برافو عليك يا هندسه، دي ار اف فعلا الفولت ريزيستنس. والمشكله دي انا عايزك بس كده بعد ما تخلص معايا المحاضره، محاضره الدكتور وائل بعدي، تكتب بس كده، مش تكتب بقى الارك ريزيستنس، تكتب بقى الاتش اي اف الهاي امبيدنس فولت، وتشوف يعني حجم المشكله وتاثيرها عندي عامل ازاي في الشبكات. ايه بقى القصه دي يا دكتور؟ القصه ببساطه ان انت تشوف، تكون شايف مدى ابعد. ايه المدى الابعد؟ جه منين؟ جه من الفولت ريزيستنس، الارك ريزيستنس اللي زينك بيقول عليها. كل ما تكبر معايا، كل ما الامبيدنس بتزيد معايا، وبالتالي النهارده لو انا عندي الفولت في زون واحد، هو في زون واحد يا دكتور عند مسافه 95 كيلو، لكنه شايفها عند كام؟ عند 105 كيلو. او لو هي على مسافه 100 كيلو، هو شايفها عند كام؟ عند 110. ايه يعني؟ ايه المشكله يعني؟ قال لك لا، ده في كارثه. انت متخيل ان انا لو بقول ان زون واحد ده المفروض يفصل لحظيا، وبالمناسبه يا جماعه مفيش حاجه اسمها لحظيا. انا على فكره درست الحته دي تحديدا، قال لك من ال 50 مللي سكند لحد ال 80 مللي سكند، ده زون واحد. دي تعتبر طبعا مش لحظيا، لكن احنا بنقولها لحظيا لانه قيمه صغيره بالنسبه لحاجات ثانيه. لكن زون اثنين النهارده انا بتكلم على ربع ثانيه ونص ثانيه. انت متخيل عطل يحصل عند حضرتك المفروض انه يفصل لحظيا لانه ده زون واحد، وفصل بعد نص ثانيه؟ ايه اللي هيحصل؟ كوارث، كوارث ممكن تحصل. وابسط الكوارث ديت ان السيركت بريكر المنوط انه يفصل ما فصلش. هيحصل بقى بعد كده ما يسمى بالبراون اوت، وما يسمى بعدها بالبلاك اوت، اللي هو الاظلام النصفي او الكلي، لان بيحصل حاجه اسمها خروج متتالي للوحدات اللي عندي، ومن ثم خروج كلي للوحدات اللي عندي، ولا يمكن حصل في مصر هنا. ده نتيجه ان السيركت بريكر المنوط انه يفصل اتاخر في الفصل. طبعا انا عايز اقول لك ربع ثانيه ونص ثانيه دي ممكن تكبر وتكبر وتكبر وتبتدي تزيد معايا، ويحصل مشاكل كبيره جدا. اذا المشكله الاكبر والاهم هي الاندر ريتش، لان ده فيه تاخير. اي نعم، اللي فات فصل بسرعه، المهم انه فصل، مفيش حاجه ولعت، محدش فصل عنده مشكله، لكن التاخير هتولع وهيحصل فيه مشكله وهيحصل فيه انقطاعات عند ناس ما لهمش ذنب اصلا في العطل ده. هذه النقطه رقم اربعه، وهي مشاكل الزون. اهم مشاكل الزون الاوفر ريتش، شايف العطل بعيد وشايفه قريب، اللي هي الماينس 10% اللي اتكلمنا عنها. الاندر ريتش اللي هي قصر النظر، يعني ايه؟ الحاجة قريبة منه لكنه شايفها بعيد، عنده قصر النظر كده، يعني ايه؟ الحاجة قريبة منه وهو شايفها بعيدة، هي في زون واحد وهو شايفها في زون اثنين، هي في زون اثنين وهو شايفها في زون ثلاثة، وهكذا. خلاص يا شباب؟ ودايما النقطتين الاوفر ريتش والاندر ريتش مرتبطين دايما بزون واحد وزون اثنين. زون ثلاثة بقى، عشان كده هنرجع لمرجوعنا يا شباب، عشان بس الناس ما تسرحش مني. الحتة اللي أحمد قال عليها هي الحقيقة فعلا 80% و 85% صح، ولغاية 90% يا أبو حميد صح، عشان الحتة دي، لأنه دايما بيقول لك إن أجهزة القياس بتتراوح من 10 ل 15% كأخطاء بتحصل، عشان كده هو بيلعب دايما من 85 لحد 90% بالنسبة للزون الواحد عشان يتفادى الحتة دي. طبعا الحتة دي مشكلتها دايما في الخطوط القصيرة والخطوط الطويلة والخطوط المتوازية، لأن دايما يا شباب طول الخط اللي هو بنتكلم عليه اللي هو دوت، الفصل بتاعه فصل لحظي، ولحظي اقصد بيها 50 مللي سكند. 22% من طول الخط المراد حمايته، يعني انا بتكلم على طول الخط ده لو 100 كيلو، فانا بتكلم على 120 كيلو متر، وطبعا يوصل لحد 150 كيلو متر كمان على حسب طول الخط الايه التالي ليه.
زون 3 بيتكلم في 200% من طول الخط المراد حمايته، يعني 200% من الخط دوت زائد تقريبا 50% من الخط اللي بعده، وبيفصل تقريبا بعد 1 سكن او 1.5 سكن على حسب. طبعا الكلام ده في مراجع كتيرة جدا بتختلف. كل اللي عند حضرتك ان انت السيتنج ديت انت لا تتدخل فيها، الشركه المصنعه لاجهزه الحمايه اللي بتقول لك بالنسبه لك الاجهزه الحمايه ديت الزون بتاعها قد ايه كمسافه والزمن الفصل بتاعي قد ايه لكل زون. طيب الحته دي بالنسبه لي بغايه الاهميه دي نقطه رقم 4 اللي هي الزونز. الزونز طبعا مع الزونز عايزك دايما تبقى حاطط مهندس حمايه في دماغك حاجتين، كوميونيكيشن بروتوكول ان الزونز دي لا تمنع التو سيركت بريكر اللي في اول خط واخر خط ان هما دايما بيكلموا بعض، ده بيقول له انا عندي هنا عطل فما تفصلش لاخر خط او افصل، واخر الخط برضه بيتكلم اول الخط بيقول له لا افصل عشان يخرج الخط اللي عندي من المنظومه اللي عندي عشان ما يبقاش في كاسكيدنج اوتج موجود عندي. وكمان لازم تبقى حاطط في دماغك حاجه اسمها الكوردينيشن. يعني الكوردينيشن يا دكتور المفروض يبقى في تنسيق ما بين اجهزه الحمايه وبعضها، فدايما حط الثلاث حاجات دول في مثلث يا شباب. زون لا تمنع الكوردينيشن، وبرضه لازم يكون في كوميونيكيشن سكيمز عندك وكوميونيكيشن بروتوكول اللي موجوده عندك. طيب ده فيما يتعلق بالزونز اللي عندي. اخر حاجه هقولها لكم، كل الكلام ده طبعا هو الكلام اللي انا بقوله، ودي مقارنه ما بين الديفرنشال والاوفر كارنت والديستانس، ودول الثلاث مشاكل اللي هي الاوفر ريتش والاندر ريتش والباور سوينج. والباور سوينج دي انا هخليها للمره الجايه، لكن اخر نقطه اقولها هنا يا شباب وهي خطوط النقل اللي عندي دهيت في الخط زي كده مثلا. دكتور انا خلاص قدام الدقيقه للراجل اللي بيقول لي عنده محاضره ثانيه مع الدكتور وائل. انا عارف. لا 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 هو ليه بيحصل المشكله دي مع ان انا بعمل جلوبال بوزيشن بين الريليز وبعض؟ تقصد كوردينيشن يعني؟ عشان انا بعمل حاجه اسمها جلوبال بوزيشن ان هما الاثنين ياخدوا نفس القراءات عشان يفصلوا الخط. تو سيركت بريكر اللي على الخط؟ بص يا هندسه الريليز، مش انا بعمل بين الريليز بعمل لهم كوميونيكيشن شانل. ايوه مظبوط، الله ينور عليك. بص يا هندسه بيظهروا لي هندسه دايما المشكلتين دول مرتبطين بيه، حاجه اسمها البارل لاينز اللي انا عاملها هنا دي كهي اهو، ان انا بيبقى عندي هندسه خطين متوازيين زي كده خلاص، بيبقى ما بينه حاجه اسمها الميشور امبيدنس، عارفها طبعا اللي هي نتيجه الميشور كابلنج خلاص. الميشور امبيدنس دي المفروض في الطبيعي، في الطبيعي عندي ان انا بطرح قيمتها من قيمه الامبيدنس بتاعنا هندسه، ان انا قستها مثلا ب 10 والميوشوال دي مثلا ب 2، يبقى القيمه الحقيقيه كان هندسه 8. انت جميل اهو، امال انت بقى بتحكي في ايه بقى؟ تحكي هندسه لما الخط المتوازي ده بيخرج يحصل فيه اي مشكله، خروج سواء اضطراري او غير اضطراري. الخط المتوازي ده لما خرج هندسه هو ما زال بيطرح مين؟ الميوشوال امبيدنس. هل الميوشوال امبيدنس ليها وجود مع خروج الخط المتوازي ده؟ ها؟ اللي بيتكلم كان بيتكلم مش موجوده لان ما عادش في ميوشوال كابلنج يا هندسه، صح؟ طيب يبقى كده الامبيدنس اللي معاه هل هي مظبوطه ولا غلط؟ غلط، لانه عمال بيطرح مع خروج مين؟ الخط المتوازي ده. معايا؟ طيب اذا مشكله. ايه مشاكل تانية دكتور؟ لا في مشاكل تانية. بص يا هندسة ساعات بيبقى الخطين دول ودول بقى المشكلة عكس بعض يا هندسة، الخطين دول بيبقوا خطين قصيرين وبعدهم خط طويل، أو خطين طوال وبعدهم خط قصير. أنا عايزك بس تاخد النقطة دي وتقف عندها وما تلخبطش نفسك بيها. إيه هي النقطة دي اللي هي أنا أقولها إيه؟ الآتي، لو الخطين دول يا هندسة طوال وبعدهم خدته قصير تمام؟ كونك خدت 120% من طول الخط الطويل ده هندسه، ال 20% تعالى نفترض يا هندسه ده 100 كيلو واللي بعده ده 20 كيلو هندسه او 10 كيلو، انت هتاخد 120% من 100 كيلو يبقوا كام يا هندسه؟ يبقوا 120 كيلو متر، مظبوط الكلام؟ طيب انت كده خدت الزون 2 معاك ليه؟
لان الخط او خط الزون واحد بتاع الخط الثاني. ليه؟ لان الخط الثاني ده قصير 20 كيلو. فانت اخينا اللي هنا دوت هيقرا مين؟ هيقرا الخط ده كله والخط الثاني كمان كله. ايه ده؟ يعني الزون يعني الريلي اللي هنا ده هيبقى مسؤول عن ده وعن ده كمان. ايه الخربطه؟ طبعا غلط خالص. ليه؟ لان ده المفروض مسؤول عن ده بس، والتاني ده ليه واحد تاني مسؤول عنه، عن الزون واحد بتاعته. لكن نتيجة ان في خط قصير ورا خط طويل يبقى دي بقت مشكلة، صح يا هندسة؟ والعكس بالعكس، لو خط قصير يا هندسة وبعديه خط طويل هيبقى مشكلة موجودة برضو عكسية. تمام؟ ازاي؟ لو 20 كيلو وبعده 100 كيلو هندسة، متخيل؟ انت هتاخد 20 كيلو من هنا؟ لا، ده انت هتاخد ال 20 كيلو دول زائد 20% من ال 20 كيلو، خد بالك؟ اللي هي مثلا حوالي 4 كيلو، يبقى انت واخد 24 كيلو بس. انت فاهمني؟ اذا المشكلتين دول بالنسبة اوفر ريتش واندر ريتش. معايا؟ طيب المشاكل دي عايز تقول ايه يا دكتور؟ عايز اقول يا هندسه ان السيركت بريكر اللي عندك او الريلي اللي عندك نتيجه الكونفيجريشن بتاعه الشبكه، ايه ده يعني ما بقاش بقى موضوع الكوميونيكيشن نافع؟ اه ده ممكن التو سيركت بريكر ما عادوش نافعين مع بعض. طيب ما بقاش الكوردينيشن نافع؟ اه مش لازم الكوردينيشن دايما ينفع، لا دايما بيبقى في احد الحلول المطروحه مع الحاجات التقليديه دي يا هندسه. ده اللي انا عايز اقوله في نهايه المطاف، ان المشكلتين اللي انا طرحتهم على حضرتك دول ده احد المشاكل الكتيرة جدا جدا. يعني انا ممكن اقعد اشرح لك مشاكل ممكن تحصل النهارده على الخطوط وانا قاعد نتيجة شكل الشبكة اللي عندي. اذا هو شكل الشبكة ده يا دكتور مش بيبقى مصمم من قبل كده وانا بحط اجهزة الحماية؟ حد يرد عليا الكلام ده يا جماعة؟ شكل الشبكة دايما ثابت ولا بيتغير؟ ها؟ بيتغير. ليه بيتغير؟ لان في احمد بتخرج وفي احمد بتخش وفي جنريتور بتدخل وفي جنريتور بتخش، صح يا باشمهندسين؟ اذا الكونفيجريشن بتاع الشبكه او شكل الشبكه عندي بيتغير، ومن ثم نتيجه للتغيير دوت بيحصل عندي القصه بتاعه اللخبطه او المشاكل اللي بتعرض ليها الديستنس ريلي الموجود عندي. انا كده خلصت محاضره النهارده. سريعا قلت يعني الاوفر كارنت بروتكشن اتكلمت عنه سريعا، والديفرنشال بروتكشن وانتم خدتوه قبل كده، لكن كان لازم اقوله عشان اقول ان ديستنس ريلي او ديستنس بروتكشن جه عشان يحل مشاكل كبيره جدا. الاوفر كارنت بروتكشن يعتمد في شغله على الامبيدنس، ازاي احدد مسافه العطل، ودي من اهم مميزاته. اتكلمت عن الزونز اللي موجوده عندي وان الزونز لا تمنع ان انا اكون فاهم يعني ايه كوردينيشن، تنسيق بين اجهزه الحمايه وبعضها والكوميونيكيشن. وبرغم التحديات دي ظهر مشاكل عندي اللي هي الاوفر ريتش والاندر ريتش اللي اتكلمنا عنهم، اللي هي ان العطل يبقى بعيد وهو شايفه قريب او يبقى قريب وهو شايفه بعيد. اتكلمت عن الامبيدنس دايما اللي بتتقل ما تبقاش امبيدنس حقيقيه، بتبقى امبيدنس تخيليه. الى لو انا حطيت في عين الاعتبار السي تي ريشو والبي تي ريشو. اتكلمت عن الزونز وضبط الزونز عندي، وزي ما زميلنا احمد من شويه قال انه بيبقى متظبط على 85% و80% و90% عشان نفس المشاكل اللي احنا قلناها، عشان اجهزه القياس اللي عندي ما بتقراش مظبوطه 100%، فدايما لازم اكون حاطط الاخطاء بتاعه اجهزه القياس عندي في الموضوع. المره الجايه ان شاء الله هتكلم على الامبيدنس دايجرام، والامبيدنس اللي موجود عندي اللي هو الامبيدنس اللي عندي بتتقري من الزد بتاعت اللاين ولا الزد بتاعت اللود ولا الزد بتاعت الريلي بس هي اللي بتبقى موجوده ولا الزد بتاعت ترانسفورمر ولا ايه بالظبط، هتكلم عنها المره الجايه ان شاء الله. هتكلم بالتفصيل على سؤال سألهولي زميلكم من شويه، ايه القصه بتاعت الاوفر ريتش والاندر ريتش والباور سويج تحديدا. النهارده طرحت مشاكل لكن قلت المشاكل دي هتتحل ولا مش هتتحل بالظبط. قول لي كده فور اكزامبل، عايزين ناخد بقى اكزامبل بالظبط تحديدا ونحط السيتنج مع بعض ونقول فين المشكله وظهرت ازاي وازاي ان انا احلها بالحلول المقترحه دلوقتي كتكنولوجي موجوده، هنقولها مع بعض ان شاء الله المره اللي جايه. خلاص يا شباب، مفروض على خير اشوفكم ان شاء الله باذن الله. يعني لو في تعويض للاسبوع الجاي وقالوا لازم يكون في تعويض فاعمل لكم تعويض ان شاء الله ربنا ييسر، ما كانش في تعويض يبقى الاسبوع الاول
بعد العيد ان شاء الله اللي هيبقى فيه حضور في الاكاديميه هنتكلم في النقطتين دول. ولحد ما اشوفكم ان شاء الله اشوفكم على خير. لو حد ليه اي سؤال